اشفس بوباجي. ويلي نتزوج اصاحبي دغيا تقبلت الفكرة ماني ندار اصاحبي الواقع ندير مسؤولية ضروري ما عرفش البنت انا يا وجاو الخطابة يخطبوا في العروسة دابا وهي مريحة في الغابة مع صاحبها بو غابة والعريس راس الشطابة طاح في درية لعابة وامي متها كدابة يعني عائلة نصابة كبرت على واحد الخديمة مهمة السورة شوية الجيبة بداية فورمة وبدأت تتنقى العقلية تبربيسة وتفركيسة وكل نهار مع درية حيت شافوا الماني ولاو كيتقربوا ليا ورجلي خرجات شواري زعما تنعيش الحريه والدرتي دقوا عليا واش ما غادي دير دراري وبغاو يخطفوا ليا كريمه بنت البوهالي درويش بالدرويش وقلت انا يا معليش تا انا من تفرش ولكن معايا غادا تعيش في الاول ما بغيش هديك السلعه الخيش قرم علينا الضرب غاوي لوحوني للتهميش ومشينا فيك العشيه باش نطرقوا المسمار دينا قوال بسكار وهضروا الناس الكبار وجد نوتي في الهضره وسولتني جداها واش عندك الشهريه وفين كنتي كتتلاقاها واش عندك السكن ولا تسكن في دار باها مشاو الخطابة يخطبوا في العروسة دابا وهي مريحة في الغابة مع صاحبها بو غابة والعريس راس الشطابة طاح في درية لعابة وامي متها كدابة يعني عائلة نصابة مشاو الخطابة يخطبوا في العروسة دابا وهي مريحة في الغابة مع صاحبها بو غابة والعريس راس الشطابة طاح في درية لعابة وامي متها كدابة يعني عائلة نصابة ونقصت تما وقالت راه غادي نعطيوك الزين قلت ليها انا درويش وعشري من هادي سنين وقصدت باب الدار وتا انا بحالكم مسكين وشنو نعطيك في صداق باش يصدق قصدي من بعد قدو الوراق قولي غير انتي وفرضي جوج من الحاجة العمارية والتاج وانت اللي تجيب زهاجة العراسية والدجاج شي عجل يكون مزيان باش ياكل تا المحتاج داك الشي يكون مستور في قاعة الزجاج وجوق يكون مهيب باش نوضو العجاج وجهاجها زوج ملايين لا بغيتي تجرب بزواج جبدها هاكي شي عقرة وجيب ليا تكشيطة خوها دخل لمشنكر بحالا صارت شي كاسيطة معليش بنت البوهالي لا درتوني في وسط الزيطة متسلفت وتكلفت بخويتو ليا المانيطة ويلا صدقها الزواج حميدة ما تهموش الروسيطة مشاو الخطابة يخطبوا في العروسة دابا وهي مريحة في الغابة مع صاحبها بو غابة والعريس راس الشطابة طاح في درية لعابة وامي متها كدابة يعني عائلة نصابة مشاو الخطابة يخطبوا في العروسة دابا وهي مريحة في الغابة مع صاحبها بو غابة والعريس راس الشطابة طاح في درية لعابة وامي متها كدابة يعني عائلة نصابة وجيت واحد نهار غنشوف لي غتكون مولات الدار غادي في طريقي ساهي بانت لي طلقة الشعار واش هي ولا كدرتار نقرب نعرف الاخبار لقيتها هي فريك ما غادا تسخار بغيت نعيط ليها شير ليها واحد الادامي ومشات عندو بالخف ودغيا بسو قدامي واش هادي الدريويشة اللي بغاو يزرفوني فيها غادا مع واحد اخر وخاتم الخطوبة في يديها واش هادي المسيكينة للحلال معاها نوينة غدا لبسة للصاية قولوا لي شهاد روينة الخيبة بغات تسها فهموني يا القراصينة بغاو يزرفونا في جواج وما اختارينا تالي بغينا اري لي داك الخاتم ولا نزرق قلبك العين انتي ديال الحرام ماشي ديال عشرة سنين غنية ولا درويشة اقنالو بنات الاصل غنضربها بتكنيشة وشنو بلك خايل حاصل مشاو الخطابة يخطبوا في العروسة دابا وهي مريحة في الغابة مع صاحبها بو غابة والعريس راس الشطابة طاح في درية لعابة وامي متها كدابة يعني عائلة نصابة مشاو الخطابة يخطبوا في العروسة دابا وهي مريحة في الغابة مع صاحبها بو غابة والعريس راس الشطابة طاح في درية لعابة وامي متها كدابة يعني عائلة نصابة هياو كان بنت الناس ولكن ربوا بناتكم قبل ما تطلبوا فيهم الثمن بيسر امور الزواج يعني خصكم تساعدوا نتين ميساج واضح ياو